الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك فرش فرش جيمز، مقطع جديد من شايفين درس الدوري السعودي، الحلقة الثالثة تقريبا من الموسم الثاني. فحلقة اليوم راح يكون عندنا توقعات للجولة الثانية من الدوري أو الدوري السعودي للمحترفين، أو بالمسمى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع أول جولة عندنا اللي راح تقام اليوم في المباراة الأولى بين العدالة وضمك الساعة 6:45. طبعا بسبب عدم تواجد الاندية في فيفا فحاط احد القادسية بدالهم. بالنسبة لمباراة العدالة وضمك، اشوف العدالة اقرب للفوز بنتيجة 2-1. اروح للمباراة اللي بعدها، عندنا الفيحاء ضد الحزم. الفيحاء ضد الحزم راح تكون ايضا اليوم الساعة 8:30 في ارض الفيحاء. بالنسبة لي ايضا اشوف الفيحاء اقرب للفوز بنتيجة 2-0. يوم الجمعة راح يكون عندنا الافتتاح، يعني افتتاح مباراة يوم الجمعة بين الشباب والفيصلي. الشباب قادم من فوز 3-0، لا 3-0 مين 2-1 امام الفتح، والفيصلي جاي من التعادل 0-0 امام الفيحاء. فانا اشوف الشباب اكثر جاهزية واقرب للفوز، واتوقع الشباب بنتيجة 2-1. المباراة اللي بعدها عندنا الوحدة ضد أبها، لكن بسبب عدم تواجد أبها بحط الباطن، فتوقعي هو فوز الوحدة بنتيجة 2-1. أيضا الوحدة صحيح خسر من الاتفاق، بس أتوقع قادر أنه يهزم أبها. يعني بعد المباراة ممكن تكون صعبة للفريقين. المباراة اللي بعدها الفتح اللي جاء من خسارة أمام الشباب 2-1 وكانت فرضه بين جمهور، أيضا راح يلعب بين أرضه وجمهور أمام العالمي النصر اللي حقق فوز بنتيجة 2-0 على ضمك. النصر تقريبا عنده غياب حمد الله وكم لاعب آخر، بس أنا أشوف النصر أيضا قريب من الفوز وتوقعها للعالمي النصر 3-1. أما المباراة طبعا كلها ذي الثلاث مباريات اللي دوبني قلتها يوم الجمعة. مباراة يوم السبت تفتتح بالأهلي أو الاتفاق يستضيف الأهلي في الدمامة والشرقية، راح تكون الساعة 6:40 يوم السبت. بالنسبة لي أشوف الأهلي إذا لعب ممتاز، ولوكا سليمة كان متواجد والسوم أيضا كان أساسي، والمدرب لعب بأفضل تشكيلة، يعني مو بزي المباراة اللي راحت يحط السوم دكة، فأنا أشوف الأهلي أقرب للفوز بنتيجة أيضا 2-1. وأغلب مباراة اليوم 2-1. وآخر مباراة عندنا في الجولة الزعيم الهلال يواجه الرايد في القصيم، فالرايد يستضيف الهلال الساعة 7:05. اتوقع الهلال يفوز بنتيجة 2-0. واخر مباراة في الجولة هي العميد الاتحاد يستضيف التعاون في الجوهرة، بس انا قلت اخر مباراة الرايد والهلال لان الاتحاد والتعاون مؤجل 24 سبتمبر، لكن هذا ما يمنع اني اعطيكم توقعي لها. اتوقعها 1-1 بين الفريقين. اعطوني توقعاتكم. المقطع الماضي ما في احد جاب جميع التوقعات صحيحة، في ناس جابوا توقعات المباريات، لكن لا لازم تجيب جميع المباريات صحيحة عشان احط تعليقك في المقطع المقبل. كان معك فيرست جيمز، اشوف مقطع ثاني، مع السلامة.